مصدر السعادة عندك؟ والله إذا اهتميت أخذت لي ركعتين وأخذت كتاب الله إيه؟ ولا أخذ نص ساعة 10 دقائق ربع ساعة إلا وأنا مرتاح الحمد لله. والثاني حفظت وصاف من أحد السلف يقول سلام على الدنيا لولا ثلاث، حفظت تنتين وضيعت الثالثة، يقول ما أجملها لولا ما صلاتي خلفي إمام يتحمل عني ما أسهت به من صلاتي. يا سلام. ورفقة أصحاب يتنقون أطايب الكلام كما يتنقى أطايب التمر أو الله الثمر. الله. والثالثة ضيعتها. جزاك الله. دوروها. بركة ما شاء الله. جزاك الله. دكتور خالد.